ازاي نعمل اللي احنا قلنا عليه في المحاضرة اللي فاتت، آسف في الجزء اللي فات. انا بفضل نعمل كومب جديدة، هنسمي الكومب دي سوفت بودي، وهعمل اوكي. اروح بعد كده بلاش نروح لنيو سوليد. انا دلوقتي عايز اعمل زي ما قلت لكم حاجة عاملة زي كأن مربعات جنب بعضها جنب بعضها، او نقط جنب بعضها، ولما الكرة دي بتنزل بتحصل عملية التانية. طب في حاجة نسيت اقول لكم عليها، مش في سوفت اتنين، في الكومب دي. سوفت اتنين دي هشيلها، احنا خلاص شفنا النتيجة بتاعتها وما عدناش محتاجينها. سوفت اتنين دي هشيل برضو الاتنين بتوع الجرافيتي، وهروح لكمبوزيشن ونيوتن مرة تانية. هسلكت اي واحد من دول وازود المش برسيجن. وعايز اوريكم حاجة، الروتيتور ده انا من شوية اخترته اي ايماتك. اي ايماتك لو احنا عملنا زوم ان عشان اوريكم حاجة، هنلاقي انه بيديني ادي نقطة، ولو عملت سولف بصوا كده في نقطة تانية ظهرت صفرة. اي ايماتك بيعتمد على الانكور بوينت للجسم نفسه، يعني بيعتمد على مكان الانكور بوينت للجسم نفسه. لو انا عملت كنسل ورحت للروتيتور والبان بيهايند تول، وخدت الانكور بوينت دي مثلا من هنا، ورحت جاي حاططها هنا كده مثلا، ورحت راجع للكومبوزيشن ونيوتن، وخليت الروتيتور ده برضو اي ايماتك زي ما احنا شفنا، برضو نفس الموضوع سولف. المرة دي الدنيا الى حد ما اتغيرت شوية. لو انا عملت كنسل وخدت الانكور بوينت دي حطيتها هنا على اعتبار تبقى الجزء ده اقل مقاومة من الجزء ده، ورحت الكومبوزيشن نيوتن روتيتور خليته اي ايماتك. لو انا زومت اي ايماتك، اسف، لو انا عملت زوم عملت سولف، زي ما انتم شايفين طبعا الكره دي نزلت ولا عملت حاجه، لكن لو عملت ريستارت ورحت للكره دي وزودت الدنسيتي خليتها 12 مثلا وعملت سولف، كده لحقتها شويه، بس برضو انا عايزها 20 عشان ترجعها تاني زي ما كانت. شفتوا كده؟ انتوا شفتوا اللي حصل؟ لو انا عملت يعني سولف تاني، شفتوا الانكر الصفرة دي؟ الانكر الصفرة دي الانكر بوينت اللي على حسابات النيوتن، انما دي الانكر بوينت بتاعت الافتر. انا من شوية قلت ان انا عايز اعمل عبارة عن مجموعة مربعات جنب بعضها بيشكلوا زي جسر، او بيشكلوا زي جسم لما الكرة تنزل عليه خلاص ينزل كله مع بعضه من تحت الكرة كده، يعني تحس ان هو جسم ناعم. اذا كل بلوك من اللي انا هعملهم دول مرتبط مع بعضه عن طريق الانكر بوينت. طيب هعمله ازاي؟ واحد يقول لي احنا ممكن نعمل شيبس ونعمل لها ريبيت. خلاص يعني واحد يقول لي هنعمل كده، لاير نيو شيب لاير، خلاص ماشي كده، ونعمل الشيب ده، الشيب الصغير ده كده خلاص. طبعا ده اسف مش هنعمل ده متاسف، او هو اليبس، لا مش عايزه اليبس، هشيل خلاص، عايزه ريكتانجل، وهنعمله بالشكل ده كده، حاجه بالمنظر ده كده. واروح لاد واقول له ريبيتر، وافتح الريبيتر خلاص، واقول له عدد الكوبز، ما علينا، الاوفست كده مثلا، الترانسفورم ريبيتر، البوزيشن هقلل البوزيشن شويه يقوموا يجوا جنب بعض، واروح للاوفست واجيبها كده، يعني حاجه بالشكل ده كده. واحد يقول لي ممكن نقوم احنا عاملين كده ورايحين لكومبوزيشن نيوتن شيب لاير، ماشي يا سيدي، سيبريت خلاص. طبعا عمل كراش، مش عارف عمل كراش ليه،
عشان يبدأ تاني من اول وجديد. هو انا كنت وقفت التسجيل وحاولت اعمله اكتر من مرة لكن برضو كان بيعمل كراش. فالصراحة هو انا طبعا كنت بشرح الطريقة دي هي طريقة غلط مش صح، لكن انا كنت عايز اوريكم الغلط واوريكم الصح. موضوع انك انت تعمل ريبيت وبعد كده تعمل سبليت او سيبريت دي ما تنفعش، لكن اسلم طريقة لو انت عايز تعمل حاجة زي كده انك انت تروح للإليستريتور، ونروح لنيو فايل مش مشكلة المقاس، ونروح للشيبس ونعمل شيب حاجة بالشكل ده مثلا كده، الهايت ب41 خليها 40، 670 في 40 طبعا مش شرط يعني، انا بس بحاول اخلي المقاس بحيث افتكره. نعمل بقى سبليت للشيب ده اوبجكت، وهنروح ل باث وهقول له سبليت انتو جريد طبعا عشان يعملها سبليت ليك. ما تعملش اد جايدز، لان لو عملت اد جايدز هتروح في الافتر افكت ماسكس. هقول له نمبر اوف روز هقول له 3 صفوف، ونمبر اوف كولمز هقول له مثلا ولتكن 20 عمود يبقوا بالمنظر ده كده. طبعا هقول له الهايت، هزود الهايت شويه والاعمده اقللها حبه، ازود عددها تمام، وازود الويدث وده خليه 1 بكسل وده خليه 1 بكسل، يعني يبقى حاجه بالشكل ده كده. خليه 35 عشان نبقى ظابطين الدنيا، وبعد كده نعمل اوكي. طبعا دي كلها عبارة عن باصص، كل واحد من دول عبارة عن باص. هروح اخد ده كله كده اسلكت كل ده وإيديت كوبي، واروح للافتر واروح لكمبوزيشن او لاير نيو سوليد ميد كوم سايز تمام، تعالوا نخليها مثلا تاخد اي لون، وبعدين إيديت بيست. بالمنظر ده انا عملت اللي انا كنت عايز اعمله في الافتر، لكن ما اقدرش ان انا اخد دي كده واروح بيها نيوتن لسبب، لان انا قلت اني عايز دول كلهم يبقوا كلهم جسم واحد، لكن تحس ان في بينهم وبين بعض واير او 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 يعني ايه، يبقى في علاقه. لو جسم من دول نزل الاثنين اللي جنبه ينزلوا، يعني تحس انه سوفت بادي، حاجه ماسكه في بعضها لكن ما هياش صلبه. طب بالوضع ده انا عندي كام انكور بوينت؟ عندي انكور بوينت واحده، وانا قلت من شويه ان انا لو رحت لنيوتن طبعا دي هيقول لي، خلي بالكم من حاجه، هو قال هو من شويه طلب ايه، هو لقى كذا ماسك قال لك طيب يا سيدي لو انت رحت كده وقلت لي نيوتن تمام، وقلت له سيبريت. قبل ما اقول له سيبريت انا عايز اعمل كنترول دي، اعمل دوبليكيت بس تمام، واخد واحده بس منهم واقول له سيبريت. بصوا كده عمل ايه، قسم كل واحده لماسك زي ما انتم شايفين تمام ومية مية. لكن لو قلت له ايه قيمتك اداني انكر بوينت واحده بس. بالمنظر ده انا مستحيل اعرف اعمل اللي انا كنت بقول لكم عليه، لان لو عندي جسم نزل من فوق هيبقى نازل على جسم صلب كانه ما عملناش حاجه بالظبط. لكن تمام لو انا شلت بقى ده كله، عشان كده انا عملت دوبليكيت، لو انا شلت كل ده ورجعت للصلب بتاعي، بصراحه الموقع بتاع البرنامج نفسه مديلك ملف البروجكت فايل بالمنظر ده، اساسا انت عمرك ما هتعرف هو عاملها ازاي. هو كل اللي عامله مديها لك جاهزه، وكل واحده من دول كل ماسك من دول هتلاقيه في سوليد لوحده. طبعا انت هتقعد تلف وتدور ازاي عملها، وهل هو عمل كل ماسك لوحده وقعد يعمل دوبليكيت بقى وينقل الماسك تمام. بصراحه يعني هي خدت مني وقت على ما وصلت لها لحل سهل عن طريق اكسبريشن، عن طريق او تحديدا عن طريق سكريبت. ان شاء الله هرفع لكم السكريبت نزلوه مع الفايل. انا عندي دي ماسكات، انا كل ماسك من دول عايز احوله لسوليد الانكور بوينت بتاعتها في النص لازم، عشان لما اروح اقول له ايه قيمتك الاول، قبل ما اقول له ايه قيمتك والكلام بتاعنا ده كله
اروح لسوليد 200 في 200، خليها مثلا كده كده اهو، واروح لبس واخد السوليد نفسها فوق، حاجة بالشكل ده كده تمام. اوريهالكوا بقى في نيوتن. لو لا بلاش نيوتن، لان لو رحت اعمل سبليت تاني مش عايزين نعمل دوبليكيت تاني. اروح بقى للسوليد اللي انا عايز اقسم، اخلي كل ماسك من دول لاير لوحده تمام، والانكر بوينت في النص. هسلكت السوليد بتاعتي، فايل سكريبت، ران سكريبت فروم فايل. السكريبت انا كنت حاطه في، لا مش هنا اهو، سيباريت ماسكس ان لاير. بتسلكت السكريبت ده وتروح تعمل اوبن، هيقول لك جيف ايتش لاير نيو انكور بوينت. طبعا ايوه، لان انا عايز لكل لاير انكور بوينت في النص. يس خلاص. طبعا ممكن لو انت لو انت عايز تدي لكل لاير اسم مفيش اي مشكله خلاص. ممكن اقول له سوفت تمام اندر سكور واسيبه بقى، او سوفت شرطه واسيبه، واقوم قايل له اوكي. هنستنى شويه هنلاقيه ام قاسم كل دول تمام، كل واحده خدها زي ما انتم شايفين كده للاير، والانكر بتاعها موجوده في النص. طبعا ادي 105 لاير. وفعلا لو انت جبت البروجكت فايل بتاع المشروع ده اللي موجود على موقع البرنامج، هتلاقيه مديها لك جاهزه كده خلاص، بتاع حاجه و60 او حاجه و70 لاير. انت بقى هتقعد عشان تعرف هو جابها ازاي، يعني مع احترامي للي بيسمع الدرس ما كنتش هتعرف هو جابها ازاي تمام. بعد كده بقى سهل عندي بقى ان انا اروح لكومبوزيشن نيوتن. نيوتن دخل بالدنيا كلها مظبوطه معاه، مفيش اي مشاكل. هروح بقى لكل الليارات دي، هعمل رايت كليك وهقول له سيلكت بودز وذ سيم ليبل، عشان يجيب لي كل اللي الليبل بتاعهم اس ال دي، وهقول له خليهم لي اي قيمتك بالشكل ده بقى كده. طبعا هو خد مين ده؟ خد كمان معاهم دي، لا دي هقول له خليها دايناميك بالمنظر ده. بص لو انا جيت عملت سولف، تمام لا يمكن كنت هتوصل للموضوع ده لو كانت الانكور بوينت دي، او لو كان في انكور بوينت واحده بس. لكن عشان نخلي الموضوع اكتر من كده واحسن من كده، نزود الستيبس بير فريمز. زي ما انتم شايفين بقى الموضوع انعم بكتير جدا جدا من الاول. ولو احنا زودنا المش ربنا يستر ما يهنكش تمام، ونعمل سولف بقى انعم بكتير قوي 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 من الاول. طيب ممكن بقى ان احنا نروح ليه الدنسيتي بتاعت البول نفسها تمام. نخليها مثلا ولتكن 4، لا كنسل انتر عشان اعمل ابلاي. هعمل سولف هلاقيها بالمنظر ده كده. نعمل سولف تاني او نعمل ريستارت ونعمل سولف مرة تانية، هلاقيها بالشكل ده. طبعا في حاجات كتيرة قوي كانت ممكن تتعمل، او ممكن تتعمل بالخطوات دي او بالادوات دي. ممكن ان انا اقلل الجرافيتي سنة تمام، واعمل سولف تاني. طبعا الكتلة بتاعت الكورة، الكتلة بتاعت الكورة كبيرة تمام، غير كمان ان الفريكشن بتاعها عالي. لو احنا قللناه شوية وعملنا سولف، زودنا جرافيتي شويه